السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا التمرين 6 يقول حل باستعمال طريقة التعويض النظمات الآتية. إذا نبدأ بالنظمة الأولى باستعمال بطبيعة الحال طريقة التعويض. إذا أول ملاحظة كنلقى الأعداد المجهولة في طرفي المعادلة الأولى وكذلك في الثانية. إذا خصني نبسط هذه الكتابة شي شوية، نبسط النظمة. إذا ناخذ المعادلة الأولى، غادي نرجع المجاهيل كنرجعهم للطرف الأول والأعداد المعلومة للطرف الثاني. إذا جوج إكس جوج إيكغيك في الطرف الثاني غنرجعها للطرف الأول، ترجع ناقص جوج إيكغيك. واحد أرجعها للطرف الثاني غترجع ناقص واحد، إذا تساوي ناقص واحد ناقص واحد. في المعادلة الثانية غادي نخلي ناقص إيكغيك لأن الهدف هو طريقة التعويض، وبالتالي كنعزل واحد المجهول، يعني كنحسب واحد المجهول بدلالة المجهول الآخر. إذا ناقص إكس والعدد ثلاثة غنديه للطرف الثاني، إذا غيرجع هو ناقص ثلاثة زائد جوج ناقص إيكغيك. إذا هذه النظمة تكافئ. إذا نبسطو النظمة الأولى، عندنا جوج إكس ناقص جوج إيكغيك تساوي ناقص اثنان، دونك ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص اثنان. في المعادلة الثانية لدينا ناقص إكس تساوي ناقص ثلاثة زائد اثنان هي ناقص واحد ناقص إيكغيك. إذا هذه النظمة تكافئ ماذا؟ إذا في المعادلة الأولى كيبان لي جوج إكس ناقص جوج إيكغيك ناقص جوج، يعني هنا يمكن لنا نختزلو بالعدد اثنان. إذا كنقسم طرفي المتفاوتة على أو طرفي المعادلة الأولى على اثنان. إذا جوج إكس على اثنان كتبقى لي إكس، ناقص اثنان إيكغيك على اثنان كيبقى لنا ناقص إيكغيك، وناقص اثنان على اثنان هي ناقص واحد. في المعادلة الثانية غادي نضرب في ناقص واحد لأن عندنا ناقص إكس تساوي ناقص واحد ناقص إيكغيك. إذا نضربو في ناقص واحد باش نغيرو الإشارة، غير ناقص واحد في ناقص إكس هي إكس، ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد، وناقص واحد في ناقص إيكغيك هي زائد إيكغيك. إذا دابا غادي نعوضو إكس باش بهاد القيمة هادي. إذا غنعوضو إكس اللي كاينة في المعادلة الأولى بواحد زائد إيكغيك، إذا تكافئ. إذا إكس غترجع هي واحد زائد إيكغيك ناقص إيكغيك تساوي ناقص واحد، والمعادلة الثانية غادي نخليها كما هي. إذا تكافئ ماذا؟ إذا عندنا زائد إيكغيك ناقص إيكغيك عددا متقابلان، يعني المجموع ديالهم تساوي صفر، تبقى لنا واحد تساوي ناقص واحد، إكس تساوي واحد زائد إيكغيك. إذا هنا لقينا واحد المتساوية، واحد كتساوي ناقص واحد، إذا واش هاد المتساوية منطقية؟ بطبيعة الحال واحد ميمكنلهاش تساوي لنا ناقص واحد، وبالتالي العلاقة غير صحيحة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن النظمة ليس لها حل. إذا النظمة ليس لها حل. بطبيعة الحال النظمة ممكن يكون عندها حل واحد، ممكن يكون عندها، ممكن يكون ليس لها حل، وممكن يكون عندها ما لا نهاية، يعني عدة حلول، يعني ما لا نهاية من الحلول. إذا النظمة ليس لها حل. الحالة الثانية، إذا باستعمال كذلك طريقة التعويض، إذا كذلك عندنا في طرفي المعادلة الأولى إكس وإيكغيك، وكذلك في طرفي في الطرف الثاني في الطرف الأول كنلقى المجاهيل. إذا خصني أول حاجة نجمع داك المجاهيل في الطرف الأول. إذا هذه المعادلة تكافئ. إذا ثلاثة إكس، إذا عندنا هنا إكس غنديها للطرف الأول وترجع ناقص إكس ناقص جوج إيكغيك. إذا عندنا كذلك ناقص إيكغيك غنديها للطرف الثاني ترجع زائد إيكغيك. ثمانية غادي نديوها للطرف ديال خمسة، يعني نجمع العدد ديال ناقص ثمانية زائد خمسة.
في المعادلة الثانية عندنا جوج إكس زائد جوج إيكريك، إذن غادي ندي جوج إيكريك للطرف الثاني، يعني غنحسب إكس بدلالة إيكريك. إذن جوج إكس تساوي ناقص جوج إيكريك، إذن تكافئ. دابا غنحاول نبسطو النظمتين، المعادلتين نظمتين. إذن ثلاثة إكس ناقص إكس جوج إكس ناقص إيكريك زائد إيكريك هي ناقص إيكريك تساوي ناقص 8 زائد 5 هي ناقص 3. في المعادلة الثانية عندنا كيمكن لي نختزل بالعدد 2، إذن كنقسمو على 2 طرفي المعادلة الثانية. إذن غيرجع عندنا اختزلو ب 2 غيبقى إكس، وكذلك نختزلو ب 2 في الطرف الثاني غيبقى ناقص إيكريك. الآن التعويض، إذن منين كنحسبو إكس بدلالة إيكريك أو إيكريك بدلالة إكس كنعوضو في المعادلة الأخرى. إذن نعوض في المعادلة الأولى، إذن كنعوضو إكس باش بناقص إيكريك، إذن جوج، إذن إكس نعوضها بناقص إيكريك، ناقص إيكريك تساوي ناقص ثلاثة. إكس تساوي ناقص إيكريك. إذن في المعادلة الأولى بقى لي مجهول واحد، إذن كيمكن لي نحسب القيمة ديال هذا المجهول بكل سهولة. إذن جوج في ناقص إيكريك هي ناقص اثنان إيكريك، ناقص إيكريك هي ناقص ثلاثة إيكريك تساوي ناقص ثلاثة. إكس تساوي ناقص إيكريك، ناقص إيكريك ناقص 3 إيكريك ناقص تساوي ناقص 3. إذن مادام عندنا الجداء تنقسمو على المعامل ديال إيكريك، إذن ناقص 3 على ناقص 3 تساوي العدد 1. إذن إكس تساوي مادام إيكريك يساوي 1، إذن إكس تساوي ناقص ماذا؟ ناقص العدد 1. وبالتالي إذن حل النظمة هو الزوج، إذن الزوج دائما أفصول أرتوب، يعني إكس إيكريك. إذن هنا كندير القيمة ديال إكس يعني ناقص 1، وهنا القيمة ديال إيكريك يعني 1.